اوكي يوب 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 يس يوب. اليوم معنا كلاخانس بلوز حبيبي. هلو حبايب الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. حبايبنا مثل ما انتم شايفين شباب، اليوم معنا خانس بلوز اللي هو سياسه الطير. طبعا شباب كثير منكم بيعرف شباب انه نزل اليوم حدث البربر شباب، وبتعرفوا كثير يعني انه هذا الكلاخانس عنده صفر بربر، لهيك شباب لازم نجيب له اليوم بربر جديد شباب عشان يفنش كل الساكورات وكل الكريمنالات وكل معلم اللي فنش جد جدا معلم حبيبي والله. لكن اليوم حبايبنا الكرام اليوم رح ندلل واحد من المتابعين شباب، نجيب له نحاول نجيب له الكلاخانس. لهيك شباب قبل ما نشاهد المقطع يا اساطير لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتجات وكل شيء. طبعا شباب كثير منكم رح يسالني رح اجاوبكم هذا الجواب عليكم، ما جبت كيف عملت المسابقه وما مسابقه. لا شباب طبعا دائما بعمل مسابقات على الانستغرام شباب، انتبهوا كثير على الانستغرام والرابط رح يكون تحت بالوصف شباب، ان شاء الله رح نعمل مسابقات الايام الجايه اكثر واكثر. جنوا نطوا خلينا نبلش شباب. اول شيء طبعا شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا اليوم شحنا له 2200 اوكي. لندخل شباب نجيب الشحن التراكمي اوكي حبايبنا، طبعا شباب لا تاخذوا شوي مرتب اوكي. هيك صار معنا 1700 جوهر يا ساتير اوكي. لايك خلينا ندخل على الحدث اوكي يا ساتير، ندخل على الحدث مثل ما انتم شايفين. هات تمام تعال. طبعا شباب بتعرفوا انه عليكم بتعرفوا كثير انه انا بكره هالاحداث. ليك اساطير الهدف اليوم من رايزن نجيب له واحد من هالبرابر شباب. طبعا شباب كل البرابر الموجوده حلوات كثير، طبعا اول ثلاثه هذول على اليسار شيء باللوز اوكي حبايبنا. ليك شباب يلا نبلش الكابتشر. لا طول بالك ناخذ ال 100 لفات اوكي، هيك حصلنا عليهم ونشوف ان شاء الله كيف راح يكون حظنا اليوم. هيك تمام هات لنشوف يلا كو. ايوه ايوه بيض بلشنا بربا بليز بليز معلم يلا يا جماعه. لا شو عملت انا؟ او ماي جاد شباب كبس كبس بالغلط يا الله شباب خلاص من اول تمنحوس من اول تمنحوس يلا يا جميل كبس. لا عملت الريفريش شباب ولسه ما عملت اي شيء يا الله شو هذا حبيبي والله. يلا يلا جو جو صوتي رايح يا زلمه يلا روح بليز معلم. ايوه ول اللهم صل على سيدنا محمد يا اخي. هذا حظه باللوز اقسم بالله يا اخي حبيبي والله يا اخي يا اخي والله ما اعرف شو بدي اعمل يا شباب. اقسم بالله اكله خدس باللوز معلم، جبنا لها اول واحد شباب اللي هو هذا. اقسم بالله شيء مو طبيعي والله. لطيف يا لطيف يا لطيف شباب يا لا 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 يا شباب لا 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 لا. ثواني شباب ثواني ثواني معلم كلا خلز اليوم معلم حظه باللوز اقسم بالله. تعال ندخل على الشوتجن معلم. يا سلام عليك. طبعا هذا الشاب البربر هذا كثير كثير بيعجبني، هذا واحد من هالبرابر شباب كثير كثير بيعجبني. بتعرفوا ليش؟ لانه فيه المدى باللوز. بتعرفوا شو يا اخي يا اخي بدنا ندخل يا اخي بدنا ندخل معلم بدنا ندخل ببجي مبربر معلم بدنا ندخل مبربر معلم. تعال هون حبيبي والله. طبعا شباب بتعرفوا كثير انه انا حظي او ماي جاد او ماي جاد يا اخي مو طبيعي اقسم بالله. تاخذوا شوي فرطه يا شباب تاخذوا حبيبي والله. اوكي يلا خلينا ندخل هون معلم نشوف الوضع، شوف البربر كيف وضعه معلم. اقسم بالله شباب كثير انبسطت له حبيبي والله. لا 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 البربر يا سلام عليك البربر الثلجي شباب يعني حبيبي والله. اوكي ليتس جو يلا روح. يا سلام عليك تفرج على الكلام معلم تفرج على الكلام تفع بربر ابلع. لك شو هذا صاير بالبربر معلم؟ شو صاير بالبربر معلم؟ حبيبي والله يا سلام. تعال هون والله كلا راح يبربركم اليوم راح يفنش جدتكم معلم حبيبي والله. تعال هون تعال 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 يجي يجي يا اخي والله يا شباب انا بعتقد ايش قلتكم يا جماعه كثير هالبربر لانه فيه المدى كويس يعني معلم يعني المدى تبعه باللوز حبيبي والله. تعالوا تعال تعالوا تعال افرجيك والله تعال تعال شو عم تعمل؟ ابلع يلا على اللوبي على اللوبي ولا على اللوبي يا جميل. اوكي يا اخي شو صار يا اخي يا لطيف يا لطيف معلم شو عم بيعمل عليكم؟ بربر جد جد معلم شايفين شايفين المدى معلم ولا شلون؟ يا اخي شو؟ طب ايه؟ ايه؟ لا لا ما اتفقنا يا معلم ما اتفقنا يا معلم. ليش كمان على كلاخانس؟
ابلع. يا اخي بربر يا زلمه شوف الكلام علام ابو نظارات حبيبي والله. تعال تعال. لا 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 ما اتفقنا ما اتفقنا يا معلم ما اتفقنا اقسم بالله ما اتفقنا. خلي تعال تعال وين؟ يلا ما يموت يا اخي. شفت ما يموت هذا كله احمر كان. الو شباب شو عم بيصير معكم؟ ان شاء الله بخير. ابلع هون ابلع انت. ابلع ابلع والله. ايش في ايش في ايش في هون؟ ايش في معلم؟ ايش في ايش في؟ تمام يا معلم. يا لطيف على الاحمر يا اخي والله حلو هذا الازرق. تمام يا يا بوي كلاخان. صوري شباب شو راح نخلي اليوم البس مو البس معنا نخلي نقضي اليوم هيك معلم بس ندخل بالهذا. لا لا اطلع اطلع عليك اطلع شوي اطلع شباب معنا شوي كب على جواهر. صوري شوي يا حبايبي. طبعا يا شباب مثل ما انتم شايفين يا اساطير بقى عندنا 2400 جوهر. تمام سو خلينا ندخل على هذا نشوف شباب شو في ما في. برايي شباب برايي طبعا مثل ما انتم شايفين شباب ما عنده ما هوش على الفاير باسات لايك شباب بما انه هذا الفاير باس شباب كتير حلو ومميز وفيه الرقصه باللوز معلم راح نجيب له الفاير باس كمان يا اساطير. اوكي هيك بيكون وضعه باللوز حبايبنا. طبعا شباب لا بقى عنا تقريبا 1800 جوهر. اوكي حبايبنا تمام هيك بيكون فعلنا له الفاير باس وكل شيء باللوز وضعه جو باهي. شو هي هي قنبله شباب هي صار عنده قنبله هي حلوه حلوه كثير. اوكي هات لنشوف. طبعا هون شوف هذا الفاير باس تمام راح يقدر يجيب هذا السكين وشو هالسكين كمان راح يجيب يقدر يجيب هذا السكين وهذا السكين يعني. واهم شيء شباب الشيء الحلو بهذا الفاير باس يقدر يجيب هالحجر كمان ويجيب الحقيبه يعني شيء باللوز ويقدر يجيب هذا هالرقصه يا شباب. يكون وضعه تمام التمام والسكين للفاير باس شباب الرئيسي مثل ما انتم شايفين حبايبنا الكرام. سو حبايبنا الكرام معنا هون 1800 جوهر يا اساطير. سو راح هيك جبنا له فاير باس وجبنا له واحد من البرابره حبايبنا. لهيك شاب ما راح نعمل اكثر ما راح نتركه هو براحته شاب شو اللي بده يعمل يعمل يمكن هو يحب يخليهم للفاير باسات جاي شباب او اي شيء ثاني. المهم شيء شباب حبيب والله اللي جبنا له الفاير باس والبربر هو حر شاب شو اللي بده يعمل يعمل حبايبنا والله الله يسعدكم. سو يا اساطير شكرا كثير لكم حبايبنا ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبنا الصراحه يعني كثير انبسطت لهذا الشاب. اوكي يعني باللوز وضعه اوكي بشوفكم على خير بشوفكم البسوس ان شاء الله. البسوس مباشره بتكون يوميه شباب راح تكون مش اعتبارها من اليوم يا حبايبنا ربها تحت بالوصف يا اساطير. شكرا لكم كثير حبايبنا بشوفكم على خير صراحه لازم اروح. تعرفوا شباب لو واحد يقول مرشح يعني لازم يفضي شوي حبيبي والله. يلا بشوفكم شباب باي باي.